فغتني بفاتيته بالكسال يماني فغتيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يا دلاله كان البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بوالدي لا حسن صلوات قد اكبر قال السلام عليكم يا امه قلت لك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كان رايه جد رسول الله فقلت النعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن ناوى الكساء قال السلام عليك يا جد يا رسول الله اتذن لي ان ادخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين صلوات قد أقبل قال السلام عليك يا أمة قلت لك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله اعتذرني ان اكون معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل ما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب صلوات الله قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت لك السلام يا ابا الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبت يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك دخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لام دمهم دمي يولمني ما يولمو يحزنني ما يحزنه انا حرب لمن حربه سلم لمن سلمه عدو لمن عداه محب لمن احبه ان مني وانا منه فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكن السماوات اني ما خلقت
तो समान मबनिया वला अर्दन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मदिया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी मोहब्बतिहा उलाए खमसतिल्लज़ीन हुम तहतल किसा फकाल अलामीन जिब्राइल या रब्बे व मन तहतल किसा فقال عز وجل هم محل بيت النبوة ومادن الرسال هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب اعتذن لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله على نبي الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فالتأذنوا لي يا رسول الله قال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد دعوا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا فاز شيعتنا رب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسهدنا كذلك شيعتنا فاضوا سهد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات